في قضايا بتاريخنا لو مرق عليها الزمن بتضل بوجدان اللبنانيين، طبعا منهم اغتيال الشهيد رفيق الحريري. بيمضى الوقت بس كل اللبنانيين ما بيقدروا ينسوا هالعملية الاستشهاد، وطبعا هالثورة يلي تبعت هالاستشهاد يلي وحدت اللبنانيين ليقولوا يحكوا عن مصلحة لبنان بلدهم أولا وأخيرا. نحن عم نستذكر وجينا اليوم ونقلنا تحية رئيس الحزب والحزب للشيخ سعد، عم نتذكر هالذكرى ويمكن هي تدفعنا لنرجع مرة جديدة نقول إنه وقت اللبنانيين الأحرار اللي بدهم بلدهم بيكونوا إيد واحدة، عنا أمل نستعيد الدولة نستعيد البلد، وعنا أمل إنه كل التدخلات الخارجية اللي بتاخدنا لمحلات غلط تفشل. مشان هيك اليوم بتصور بذكري دعوة لكل اللبنانيين يلي عملوا تجربة بال 2005 يرجعوا يتكلوا على حالهم، ما يتكلوا على حدا برا، حطوا إيديهم بإيد بعضهم لأنه هيدا واجبهم واتفاقهم هو وحده قادر يرجع ينقذ الدولة، يستعيد الدولة المخطوفة ويستعيد الأمل بأنه لبنان قادر يوقف على إجريه. سي جورج، ولكن اللوات هن من أكثر الناس اللي عم تقول إذا بحطوا إيدهم مع بعض، أنتوا اليوم معروف موقف اللوات من رئيس عبد الحريري، وإذا بدك كنتوا مع خروجه من الساحة السياسية، اليوم كيف عم تقولوا تحطوا إيدكم مع بعض؟ بدكم إياه يرجع على الساحة ولا بعدكم مع قرار اعتزال؟ أول شيء أول شيء هيدا رأيك احتفظي فيه لإلك، نحن لا معليه معليه رأيك إلك. أنا اليوم بذكرى أنا ذكرى بهالحجم اليوم وبهالكبر ما بتصور عندي أي استعداد لنفوت فيها بزوريب صغيرة، منضل نحن بيلي قلناه. استاذ جورج، ممكن هالزيارة تتوج بلقاء يجمع الرئيس الحريري مع الدكتور جعجع؟ بتصور أنا وقت المجي نحن باسم الدكتور جعجع ومن نقول له التحيات، بتعرفوا كلكم ظروف رئيس الحزب الأمنية، وإلا ما كان في شيء بيمنع كان يزوروا ببعض الأوقات، كان يزوروا ببعض الأوقات. طلبتوا العودة إلى الحياة السياسية؟ طلبتوا منهم ولا ما طلبتوا برخمار يا معالي الوزير.